ايه في ايه؟ يا بنتي خير خير، انتي كويسة؟ ما تقلقيش ما تقلقيش، انا خدت رقم الموتوسيكل وهتصل بالبوليس. ايه ده؟ هي ما بتتكلمش ولا دي الصدمة دي؟ طب تعالي تعالي اركبي معايا، ما تخافيش يا حبيبتي، تعالي تعالي اركبي اركبي. طيب اركبي ما تخافيش. خش يا حبيبتي خش، ما تخافيش ما تخافيش. اطلع اطلع. والله والله انا ما افتكرت فتوه مين اللي انت بتكلمين عليها في التليفون، بس قعدت تفكرني بقى فتون وعسليه وبلاء، وانا بقى على ما جمعت. ازيك يا فتون؟ حلو. انا بعمل لك القهوه اهو، واعملي لي معاكي شويه شاي كده في الخمسين. نعناية. حاضر. خد يا رضا، انا معايا بودره هروين. طب قومي خشي روط الميه وانا هدير عليكي. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايزه اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، راحة واحده واحده، رسيني على الدور. اخلص. عندك حد يشتري؟ على فكره انا هديك نسبه، والنسبه هتبقى كبيره، دول 3 كيلو بودره بجد ولا فلوروست على روفو؟ طيب يا راجل انت، بودره نمره 1 اصطف بشوات. بس لو سألوني طالعه منين، ما برضو كميه ولازم تقولي انت جبتهم منين. من سوق الجمعه. عندك حد يشتري؟ ده بيع وشراء. عندي. هي فتون عايزه منك ايه؟ ابدا. هتعوزي ايه؟ كل خير ان شاء الله. سرقت مني 400 جرام دهب. 400 جرام دهب و 45,000 جنيه. يعني انت متجوزها وما تعرفش عنها اي حاجه؟ مش غريبه الحكايه دي شويه يا استاذ محروس؟ يعني واحده اتعرفت عليها ودخلتها بيتك واتجوزتها وعرفتها فلوسك فين ووريتها الدهب اللي عندك، كل ده في شهرين ثلاثه؟ امر الله سعد، هو ده اللي حصل. طيب ما تعاركتوش مع بعض؟ ما شتمتهاش؟ ما مديتش ايدك عليها؟ ابدا. ما شفتهاش بتكلم حد في التليفون؟ جالها رساله كده ولا كده؟ نزلت وتاخرت في يوم؟ هي لما كانت قاعده معانا في مده الثلاث شهور دول ما خرجتش بره البيت، وقبليها كان مقفول عليها الباب بتاع المكتب. قبل كده بقى ما نعرفش عنها حاجه. أنا لما عرفتها ما كانش معاها ورق، كانت بتقول إن الورق بتاعها اتحرق في البيت بتاعهم في مصر. معرفش بقى الحكاية دي كذب ولا تأليف. وأنت صدقت وعادي كده؟ في حد يعمل كده يا محروس؟ أنا عارف إني سلمتها لعبتي يا باشا. أنا عارف. معاك صورة ليها؟ صورة صورة. معايا. هات يا محروس، هات هات يا محروس، الله يحرسك. لو شفتيها بعد ما اتسرقت كان حالتها تصعب على الكافر. يا عيني، ده ايه الحظ الاسود ده؟ ودي اسمها ايه بقى؟ اسمها لبنى يا ابني. طب يا لبنى الورق بتاعك، الورق ايه؟ خش خش. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اللي اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. 4 ساعات بتكتب لكم؟ يا ابني ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا ورجعت بالهدوم اللي عليها، حتى فلوسها وورقها اتسرقوا. تصور بقى واحده غايبه عن مصر 15 سنه واول ما ترجع تتسرق. هو ده بقى الحظ الاسود. الحظ الاسود. ده حظنا احنا الاسود.
طب ودي جايبينها معاكوا ليه؟ اتلم. والله العظيم بتكلم بجد، جايبينها معاكوا ليه؟ طارق، وانا قلت حاجه يا ابني؟ الظروف خلتنا ما ينفعش نسيب بنت زي دي في الشارع لوحدها تتبهدل. ايه قولي لي، عايزه ايه؟ عايزه تقولي حاجه؟ عايزه تكتبي؟ طب استني ثانيه واحده. اوعى اوعى حدين. اتفضلي. خدي حبيبتي اكتبي. انا مش خارصه. ايه ده، دي طلعت مش خارصه؟ اهدي عليها شويه. انا كنت بتكلم، انا جايه ادور على عمي، هو ساكن هنا في المنيا، وده الوحيد اللي فاضل من عيلتي. ايوه، وعمك ده ساكن فين؟ مش فاكرة كان ساكن فين. هو بيته كان قديم وشارع واسع. لا سهلة، والله اطمنت عليكم. المهم، طب اسمه ايه؟ اسمه عبد الرحمن احمد محمد المنياوي. بس خلاص ما تقلقيش، ان شاء الله هجيب لك عمك. طيب هسيبكم انا بقى، بما انكم جبتوا حاجة تسلوا بيها. ما تستنى يا ابني تتعشى معانا. عايزة مني ايه؟ طيب وبعدين ما رحتش الشركه النهارده طول النهار في المطعم. وبعدين انت عندك لبنه اهي، طبطبي عليها بقى ودلعيها، اقعدي تفكري بقى هتلاقوا عمها ده فين. جاي معايا على الطريق؟ لا لا لا، روح انت، انا عندي مشوار كده هحصلك. سلام. انا معلش حبيبتي ما تزعليش مني، هو طارق كده طول عمره مدب، بس والله طيب قوي. معلش ما تزعليش. ما بدل الرغي ده خديها تغسل وشها وتفوق كده لغاية ما نحضر العشاء. يلا يلا تعالي معايا. اتفضلي. حاسس كده ان ربنا حطها في سكتنا عشان ما تتبهدلش البنت في الشوارع. ربنا يكرمك ويجازيك على طيبة قلبك.